اهلا وسهلا بجميع متابعين قناتي، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهاردة معانا فيديو جديد وفيديو مميز، هنشوف من خلاله مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات والاجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد بحيث ان احنا نقدر نستفيد بيه في حاجة تانية. هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والادوات المميزة جدا والاجهزة المنزلية اللي مفيش اي ست بيت تقدر تستغنى عنهم، وطبعا هقول لكم واعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة، بشرح لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو انت اول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، اتمنى انك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو الادوات اللي في الفيديو دي عجبتك، اتمنى انك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والادوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. بعد كده هنشوف مع بعض منظم البيت، وهو بيجي عبارة عن 3 ادراج، ومستو انه بياخد معاكي كمية كبيرة من البيض، يعني حوالي 90 بيضة، وتقدري تثبتيه عندك في التلاجة او برا التلاجة. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اللزق الدبل، واللزق ده بيكون ليه العديد من الاستخدامات، تقدري ان انت تستخدميه وتثبتي بيه الملايات والمفروشات، وكمان تقدري تثبتي بيه السجاد على الارض. وبعد كده معانا فرشة تنظيف كرسي الحمام، وهي عبارة عن سيليكون ومرنة جدا، بتوصل للأماكن الضيقة وبتساعدك على تنظيف كرسي الحمام بسهولة جدا، وكمان بيجي معاها حامل للفرشة تقدري تثبتيه على الجدار. وبعد كده بقى معانا الفتاحة اللي تقدري من خلالها تفتحي مختلف البرطمانات اللي بتبقى عندك بكل سهولة. بعد كده معانا الأداة او الحامل ده اللي تقدري تثبتيه عندك على الجدار في الحمام او في اوضه النوم، وتثبتي عليه الاستشوار بتاعك. وطبعا تقدري ان انتي تستخدمي الاستشوار بتاعك وهو متثبت على الحامل ده وتحركيه بكل سهولة. بعد كده عندنا اداة تثبيت، تقدري ان انت تثبتيها على جدار الحمام كده بكل سهولة، والاداة دي بتساعدنا ان احنا نستخرج كل الكريمات اللي بتبقى موجودة عندنا في مختلف العبوات. وغير كده تقدري ان انت تنظمي عليها فرش الاسنان ومعجون الاسنان. بعد كده هنا عندنا اداة تثبيت، تقدري ان انت تثبتيها على الجدار او المرايات كده بكل سهولة، وتقدري ان انتي تنظمي عليها فرش الاسنان او مكنة الحلاقة او الاستشوار او اي حاجة طبعا انتي بتكوني محتاجة ان انتي تثبتيها. بعد كده عندنا منظم البيبسي ده، تقدري ان انتي تنظمي فيه علب كنزات البيبسي او العصاير، وطبعا هو بيديكي شكل منظم وجميل جدا جوه التلاجة. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الشماعة، وهي بيجي معاها مجموعة من المشابك تقدر ان انت تنشري عليهم الشرابات او الملابس الداخلية. عاوزة طبعا اشكركم على دعمكم ليا سواء في اللايك او في التعليقات، واتمنى في الفيديو ده كمان تدعموني وتقولولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك. وطبعا لو عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو تقدري طبعا تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وحيل وافكار تانية كتير، تقدري تدوسي على زر الاشتراك بيكون تحت الفيديو، وفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الفرشة دي، بيجي معاها كذا قطعة طبعا على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تنظفي بيها، تقدري تنظفي بيها البوتاجاز او الحلل او الحوض او السجاد او الاحذية، وطبعا مختلف الاسطح اللي عندك. بعد كده عندنا المنظم اللي تقدري تثبتيه عندك على حنفية حوض المطبخ، وتقدري ان انت تنظمي عليه ادوات ولوازم تنظيف المواعين.
بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا الغسالة الحديثة دي، او تقدري تسميها الغسالة الميني، تقدري تغسلي فيها الشرابات او الملابس الداخلية، وميزتها طبعا انها مش بتاخد معاكي اي مكان خالص. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا الأداة اللي بتساعدك على تنظيف وتقطيع الفاكهة او الخضار اللي بتكون عندك بطريقة سهلة، وبتحافظ جدا على ايديكي. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا صفاية الأطباق اللي تقدري تصفي عليها مختلف وأحجام الأطباق بعد ما بتغسليها، وطبعا بيجي معاها جزء كده تقدري ان انتي ترتبي عليه وتصفي الشوك والسكاكين اللي بتكون عندك. بعد كده معانا غطا المكيف ده، وهو بيساعدك جدا على حل المشاكل الصحية اللي بيبقى سببها الرياح او الهواء المباشر اللي بيكون جاي من المكيف عندك، وطبعا الغطا ده بتركبيه بكل سهولة. وهنا عندنا مجموعة من ادوات تنظيم الاحذية، وطبعا كل اداة تقدري ان انتي تنظمي بيها فردتين من الجزم، وطبعا ده بيساعدك ان دولاب الاحذية يكون منظم ومرتب زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو. بعد كده عندنا منظم بيكون خاص بالحمام، بيجي مكون من 5 أرفف، تقدري ان انت تثبتيه على جدار الحمام بكل سهولة وتنظمي عليه الشامبو والشاور والكريمات والعطور. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا الأداة اللي تقدري تحفظي فيها العسل، وتقدري ان انت تستخدميه بكل سهولة. هنا بقى تعالي نشوف مع بعض. عندنا المقشرة دي، وهي بتساعدك على تقشير الخضار او الفاكهة بكل سهولة، وبيجي معاها سكينة صغيرة نفس اللون ونفس الشكل تقدري ان انت تقطعي بيها الخضار او الفاكهة اللي عندك. هنا بقى عندنا الكبة الصغيرة دي، تقدري تفرمي بيها الثوم، وهي بتشتغل من غير كهرباء، تقدري تستخدميها بمجرد ما تشدي الخيط كده زي ما واضح قدامك من خلال الفيديو. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا منظم للشرابات او الملابس الداخلية، تقدري ان انتي تثبتيه عندك في الدولاب وتنظمي فيه الشرابات او الملابس الداخلية، وطبعا استخدامه بيكون سهل جدا. بعد كده عندنا منظم الدوار، وهو مكون من 5 أدوار، تقدري ان انتي تستخدميه في المطبخ عندك وتنظمي بيه الخضار والفاكهة، وطبعا هو بيكون عملي جدا ومزود بعجلات عشان تقدري تحركيه بكل سهولة على ارضية المطبخ. بعد كده معانا الشبكة دي، تقدري ان انتي تثبتيها عندك على حوض المطبخ وتغسلي او تجففي عليها الخضار او الفاكهة، وكمان تقدري تستخدميها كمصفى للاطباق. بعد كده عندنا منظم التوابل ده، اللي تقدري تنظمي بيه مختلف التوابل اللي بتبقى موجودة عندك، وبيجي كمان معاه معلقة تقدري ان انتي تاخدي منها الكمية اللي انتي محتاجاها. بعد كده عندنا الصابونة دي، وهي بتكون على شكل زهرة، تقدري ان انتي تثبتيها على جدار الحمام وتحطي عليها الصابون بالشكل ده. ودلوقتي احنا شفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الذكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد، وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة. كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعرض في الفيديو ده، وتقدري ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك ولمطبخك. وهقولك دلوقتي ازاي تقدري تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا في الفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة.
ولو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك، أتمنى أنك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو انت عندك أي استفسار عن أي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في التعليقات وأنا هرد عليك في أقرب وقت ممكن. ولو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك، أتمنى أنك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو انت عندك أي استفسار عن أي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وأنا هرد عليك في أقرب وقت ممكن. ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله. ودلوقتي بقى بعد ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده، هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجاها في بيتك أو في مطبخك، وهقولك عن الطرق اللي تقدري ان انتي من خلالها تجيبي كل المنتجات والأدوات دي بكل سهولة. تقدري ان انتي تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق، وطبعا تقدري ان انتي تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انتي عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انتي تجيبي كل الأدوات دي عن طريق تطبيق علي اكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها. لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه. يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية، اما مصاريف الشحن لفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفض شوية، وبيكون في دول الشحن فيها مجاني. فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متواجدين فيه. بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن، وهي بتكون الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام. وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات. وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا، مش زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها. وعاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كارفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس. بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر ان هو يوصل لها بكل سهولة. وبس كده ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم. ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليكي في اقرب وقت. اسيبكم في رعاية الله.